كنتمنى من اللاعبين مازال يزيدوا يتحسنوا يزيد يتحسن المستوى ديالهم باش الفريق يزيد قدام في البطوله. ما بقاش عندنا منافسه ديال العصبه تقصينا. فريق الرجاء خاصو لاعبين كبار، خاصو مسيرين كبار، خاصو الناس اللي كيسهروا على الفريق. فريق الرجاء كنظن بان هذه المقابله هذا غتزيد واحد الدافع معنوي للاعبين باش يزيدوا قدام في البطوله. راضيين على الفريق ديالكم؟ حاليا ما نقولوش راضيين، ولكن خاصنا رئيس وخاصنا مسيرين في المستوى باش يزيدوا الفريق لقدام. خويا باش نكونوا صريحين، اليوم الا كانت جابتنا شي حاجه جابنا اللوغو، ما جابتنا حتى شي حاجه اخرى الرجاء. جابنا اللوغو نشجعوه لعابه، ما نكونوا صريحين ما كيوصلوش النيفو ديال الرجاء بتاتا. كاينين غير الكرارس، كاينين اللعابه اللي جايبينهم الفلوس، جيبوا يدير سميه ولا جيبوا يدير امتداد، منهم هذاك اللي ما كيجيش لونطريمه، ومنهم هذا اللي جايبين لنا توا من المحمديه، بنادم جايبو جاياه انه يجي سواء من عندنا يدير ترومبلان ويمشي لكونت اخر، سواء يجي يصور عندنا فلاش. الكوميتي راه باينين، ما نحتاجوش ندوي عليهم، لي زاديرون ما ندويوش عليهم، لي زاديرون الله ياخذ فيهم الحق، حقاش كنشوفوا 189 اديرون جابوا كركوزه اون ماريونيت حطوها لينا، وحنا عارفين شكون اللي حاط محفوظ، وعارفين البنايه والطبقه شنو دايرين، ولكن اليوم جابنا اللوغو، اليوم جابنا اللوغو، ما جابناش الكوميتي، ما جابوناش لي زاديرون، وما جابوناش اللعابه، جابنا اللوغو ونموتوا ويعيش اللوغو، وما كاين غير الرجاء، والله يعلي الدرجه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.